عليكم أصدقائي، اليوم سنتعرف كيف سنصلي صلاة المغرب. أولا النية، ثانيا القبلة، ثالثا الإقامة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا للفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله الحمد، ربنا ولك الحمد. الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر، والحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله الحمد، ربنا ولك الحمد. الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله الحمد، ربنا ولك الحمد. الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر، السلام، السلام عليكم. هذه يا أصدقائي هي صلاة المغرب. في الركعتين الأولتين سنقرأ سورة الفاتحة مع سورة أخرى قصيرة، وفي الركعة الثانية سنقرأ أيضا سورة الفاتحة جهريا مع سورة أخرى قصيرة، وفي الركعة الأخيرة وهي الثالثة سنقرأ الفاتحة سريا وحدها. ومع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.